المشاهدون الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، أحييكم وأرحب بكم عبر هذه الحلقة الجديدة في سفراء المعاني، والتي نواصل الجلوس فيها إلى سفير المعاني للأسبوع الماضي ولهذا الأسبوع، الأستاذ الدكتور الصديق عمر الصديق. نتحدث إليه ناقدا وأديبا وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا من الصف الأول. أرحب بك كثيرا باسم كل السادة المشاهدين، مرحبا بك. أنا سعيد أن أكون مرة أخرى معكم أستاذ روضة، وأرجو أن يكون حديثنا مفيدا للسادة المشاهدين إن شاء الله. الدكتور الصديق، الأسبوع الماضي كنا قد توقفنا عند سؤال لم نجب عليه، أنا أتوقع أن تجيب عليه عبر هذه الحلقة، وهو إلى أي حد تعتقد أن اللغة يمكن أن تكون فيصلا في نزاع تاريخي أو ثقافي أو اجتماعي؟ نعم، تروى قصة أو طرفة للعلامة عبد الله الطيب مع الرئيس جعفر النميري. نعم. أنه سأل في مسألة قسمة الثروة، هل القسمة بالضرورة أن يكون معناها هو التقسيم بالتساوي؟ فرفع السؤال إلى العلامة عبد الله الطيب، وأفاد بأنه ليس بالضرورة بنص القرآن الكريم، أولو القسمة المذكورون ها هنا في مسألة الوراثة. نعم. في القرآن الكريم لا يأخذون أنصبة متساوية. صحيح. فإذا القسمة ليست بالضرورة أن تكون مناصفة أو شيئا. نعم. متساويا بين الناس. نعم. فالدقة اللغوية مؤثرة جدا في مسألة الحقوق وفي مسائل اقتصادية ومسائل أخرى في المواثيق والعهود. نعم. وكتابة الأمر باللغة العربية لمن يعرفها ويتقنها إتقانا جيدا لا بد أن تكون ضابطا في هذه الأشياء. نعم. هذا إن كنت فهمت يعني سؤال جيد. صحيح. هذا. نعم. هذا جزء من المحور. نعم. يعني مثلا إذا كان هناك نزاع في منطقة ما أنها تنتمي إلى مجموعة. نعم. دون الأخرى. نعم. لغة أهل المكان يمكن. نعم. أن تحدد ببساطة. صحيح. أن. صحيح. هؤلاء تنتمي إلى هؤلاء أو إلى. صحيح. أولئك إلى آخر ذلك من. نعم. بعض النماذج. نعم. الأخرى. نعم. الأستاذ دكتور صديق عمر الصديق، إذا انتقلت بك إلى محور آخر ليس بعيد من ما ذهبت إليه في الاستشهاد بالعلامة البروفيسور عبد الله الطيب، أنت أحد تلاميذ هذا الحبر العلامة وأحد المشتغلين بحب كبير حول هذه التجربة، وأحد المعتقدين بعبد الله الطيب كعلامة مضيئة في التاريخ العربي، ولا أقول السوداني فقط ولا. نعم. التاريخ العالمي، كأحد الذين تركوا أثرا كبيرا سيبقى لسنوات وسنوات. حدثنا عن هذه الصلة وعن هذا الحب يعني الذي يكاد يلحظه كل من يتحدث إلى الدكتور الصديق عمر الصديق. أنا ما زلت أقول إن عبد الله الطيب ليس عالما عابرا يقرضه الناس ثم يمضي ويصبح تاريخا يتحدث عنه الناس. عبد الله الطيب رجل استثنائي، عالم استثنائي في إنتاجه، في ما أفاد به الأدب العربي وما رفض به الدرس اللغوي. عبد الله الطيب رجل استثنائي فيما يحمل من معرفة عميقة لا شبيه لها ولا نظير، وموسوعية عجيبة. هذا الرجل إذا نظرنا فقط إلى كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب، من كل الأدباء العرب كتب كتابا مثل المرشد إلى فهم أشعار العرب وفي هذه السن؟ نعم. المرشد إلى فهم أشعار العرب مشروع كامل ينظر في لقضية القصيدة العربية ويحاول الإجابة عن أسئلة عميقة جدا في مسألة القصيدة العربية والأسئلة الأخرى التي تثار، لماذا ليست للعرب ملاحم مثلا؟ لماذا لا يقسم الشعر العربي كما قسم الشعر الغربي إلى شعر ملحمي ومسرحي وغنائي وهكذا؟
يجيب عن كل هذه الأسئلة، ثم يغوص أبعد من ذلك في تبيان خصائص القصيدة العربية وحل مشكلاتها. لأن عبد اللطيف هو الذي استطاع أن يحل قضية القصيدة العربية التي كان يزعم النقاد أنها مشتتة الأغراض، واستطاع أن يجد تنظيرا قويا يزعم فيه أن القصيدة العربية موحدة وإن كانت تبدو مشتتة، وأن مصدر الوحدة هو الموسيقى، وأن مصدر الوحدة موصول بين هذه الأغراض التي تبدو مشتتة، هناك صلات نفسية وشعورية قائمة بينها. ويستطيع من بعد أن يتحدث عما يمكن أن يبوي القصيدة العربية منزلة الفنون الأخرى عند الأمم الأخرى. نعم. لأن أصل الفن عند العرب هو القصيدة كما يراه عبد الله الطيب. ولهذا العرب لم يكتبوا ملاحم ولم يصنعوا ملاحم ولا روايات ولا مسرح ولا هكذا. نعم. نعم. وكما أنهم لم يصنعوا تماثيل كالأمم الأخرى. نعم. لكن صنعوا التماثيل داخل النص. صحيح. في أوصافهم للمرأة التي جاءوا بها في الشعر الجاهلي، هذه تماثيل مصورة من الصور الشعرية والكلام. ولذلك يمضي عبد اللطيب أبعد من ذلك في مقارنة القصيدة العربية بنظيراتها من القصائد العالية في الشعر الإنجليزي مثلا، وينتهي إلى أن القصيدة العربية هي أصل أخذت منه أمم كثيرة. وله رأي في أن ديوان المتنبي الذي كان يقرأ في بلاط بعض الملوك قد ذاع وعرف، وكثير من صور أبي الطيب المتنبي موجودة في أشعار بعض الشعراء الإنجليز، مثل ويليام بليك في قصيدته تايجر النمر، تايجر تايجر بيرنينج برايت إن ذا فورست أوف ذا نايت، هذه القصيدة المعروفة. عبد اللطيب يقول هذا مأخوذ من معفر الليث الهزبري بصوته لمن ادخرت الصارم المصقولة، ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولة. وقصيدة أبي الطيب المتنبي مغاني الشعب طيبا في المغاني، عبد اللطيب يقول ليس عنده من شك في أن أندرو مارفيل في قصيدته المشهورة The Garden أو Thoughts in a Garden، أفكار في حديقة، هذا النص مأخوذ أخيلته وفكره من مغاني الشعب طيبا في المغاني. نعم. وينظر إلى كثير من النصوص، حتى نصوص لا يعرفها الناس موجودة مثلا في المجموعات الشعرية القديمة كالمفضليات، كوصف النخلة للمرار ابن منقذ، وكائن من فتى سوء تريه يعلك هجمة حمرا وجونا، يظن بحقها ويذم فيها ويتركها لقوم آخرين، فإنك إن تري إبلا سوانا ونصبح لا ترين لنا لبونا، فإن لنا حظائر ناعمات عطاء الله رب العالمين. هذه النخل طلبنا البحر بالأذناب حتى شربنا جمامه حتى روينا. يقول هذه الصورة موجودة في شعر إنجليزي، أن النخل يشرب بأذنابه من باطن الأرض. وهذه أشياء إذا اتفقنا مع العلامة عبد اللطيف فيما ذهب إليه أو لم يتفق الناس معه، لكن هذا فكر باهر. صحيح. وجزء من مشروع متكامل اسمه المرشد إلى فهم أشعار العرب، يتكئ على قيم تربوية في تعليم الناس مسألة القصيدة العربية القديمة. ولكن عبد اللطيف في المرشد يأتي ذكر نزار قباني، ويأتي ذكر نازك الملائكة، ويأتي ذكر أدونيس، حتى يأتي ذكره في الجزء الرابع من مرشد عبد الله الطيب. نعم. من يتصور أن عبد الله الطيب يتحاور مع صحيح حداثويين وغير ذلك. هذه المسألة تدلنا على أن فكرا عميقا وثاقبا كان يتكئ عليه هذا العلامة، والمرشد هو المشروع الكبير. لكن هناك كتب أخرى لعبد الله الطيب ناقش فيها قضايا بتوسع كبير. نعم صحيح. وإلى آخر عمره ظل يكتب عبد الله الطيب، ترك 45 كتابا، 45 كتابا تركها
هذا العلامة وغير المحاضرات الكثيفة والأحاديث الإذاعية والبرامج في التلفاز وفي غيره، صحيح، كلها تدخل في هذا التراث العظيم للعلامة عبد الله الطيب. نعم. المرشد هذا لو ألف في بلد آخر لجعل من مفاخر هذا البلد، وهو كذلك حتى عندنا يا دكتور. يعني أنت ذهبت تعرفين تونس وذهبت مرات كثيرة إلى مهرجانات شعرية وغير ذلك، فتعرفين أن أهل تونس يضعون في عملتهم أبو القاسم الشابي. نعم. صورة أبو القاسم الشابي. نعم صحيح. نحن لا نضع صورة التياني ولا عبد الله الطيب ولا يعني، ودبا لهم حدود معينة في التقدير. صحيح. لا تجاوزون. يعني في تونس أنا رأيت ابن خلدون طبعا تكون صورة تقريبية له. نعم. ورأيت أبو القاسم الشابي. نعم. لكن هذا التقدير لا يترجم. يعني نحن إلى الآن نجتهد كما اجتهدنا في الاحتفال الأخير لنصنع لعبد الله الطيب مركز. نعم. يعني أو معهد كما حدنا هذا يليق به. يعني هذا المعهد إلى الآن شقة صغيرة جدا. نعم. لذلك أنا أقول هذا الكلام يعني. صحيح. تقدير لعبد الله الطيب ينبغي أن يكون بخدمة أدبه وخدمة درسه والمبادئ التي عاش لأجلها. جميل. في الاهتمام باللغة العربية. لعل هذه الإشارة مهمة جدا التي تفضلت وذكرت، لأنها كانت على بالي أنا أسألك، هل نحن احتفينا بعبد الله الطيب كما يجب؟ كثير من الأصوات في السودان تجأر بالشكوى أحيانا عندما يريد الحديث عن أسماء بعض العظام عبد الله الطيب وعن آخرين كثر أيضا كان لهم عطاؤهم، ولكن يظل هو منارة سامقة جدا ومميزة في مجال الأدب والثقافة واللغة العربية والأدب العربي بشكل عام. يعني أقصى ما نصفق له أن نطلق اسم أحدهم على أحد شوارع العاصمة يعني. نعم. وهذا يعني تكريم، ولكننا نرجو كما تفضلت وذكرت أن نكرم مبدعينا بما يستحقون، وعبد الله الطيب أحد أبرز هؤلاء وأهم هؤلاء. نعم. الكبار. هل هذه واحدة من الأسباب التي أقعدت بصورة السودان الثقافية والإبداعية والجمالية عند الآخر عدم احتفائنا برموزنا؟ نعم. هذا نموذج، هذا سبب من الأسباب. هناك أسباب ربما تكون كثيرة لكن هذا واحد منها بلا شك. يعني نحن لا نستطيع أن نجلي صور مبدعينا وعلمائنا تجلية. يعني مثلا عبد الله الطيب إلى الآن ليس له موقع إلكتروني خاص به وبإنتاجه، وهذا أمر ليس صعب يعني. نعم ليس صعب في هذا الزمان يعني. نعم. طيب من أين يعرفه؟ الذين لا يعرفون من الجيل الحاضر. نعم. علامة سودانيا اسمه عبد الله الطيب. صحيح. وبكل أسف يعني أحيانا كثيرة يغتاظ المرء حينما يذهب إلى بلد عربي ويجد أن بعض الأدباء يعني معروفون وهذا الأمر معروف طبعا. نعم صحيح. لكن نحن ينتظرنا عمل كثير في أن تكون لنا خطة كيف نظهر المبدعين السودانيين والعلماء السودانيين، وكيف نحسن أو نضعهم فيما يستحقون من مكانة. ومثلا تيانس البشير أضرب مثل به. نعم. إلى الآن ليس له ديوان محقق، ديوان شعر محقق. هذا الحديث يحتاج إلى تفصيل. نعم. نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود من حيث انتهينا. تابعونا أيها الأصدقاء. من جديد لكم السلام أيها الأصدقاء عبر سفراء المعاني. سفير المعاني لهذا الأسبوع هو الأستاذ الدكتور الصديق عمر الصديق. قبل هذا الفصل القصير كنا عند التجاني، وقد ساقنا الحديث عن العلامة عبد الله الطيب إلى الحديث عن التجاني في سياق الاحتفاء بالأدب السوداني والاحتفاء بالرموز الكبيرة في هذه البلاد. أنا قلت إن التجاني سبشير ليس له ديوان شعر محقق حتى الآن. نعم. الخطوة الأولى إذا أردنا أن يقرأ شاعرنا قراءة جيدة في البلاد العربية
أن نصنع له ديوانا محققا معتنى به. صحيح. التيجان يوسف بشير حتى الآن وتوفي سنة 37 1937 إلى الآن بعد أكثر من 70 سنة نحن فشلنا في أن نقدم التيجان يوسف بشير التقدمة الأولى ديوان محقق. وكتب كثير من الكتاب من قبل، كتب عبد الله علي إبراهيم قبل زمان سابق احتوطب عشب إشراق، لأن الأخطاء الكثيرة الموجودة في الدواوين التي صدرت منذ سنة 42، أول ديوان التيجان يوسف بشير صدر في سنة 42، إلى الآن كلها حافلة بالأخطاء. مثلا وحبوناك ما يزيدك يا لغز وضوحا، تجدينها في بعض الدواوين بالعز وضوحا. هذا يجعل القراءة مشكلة. صحيح صحيح. ولا تقرأ صحيح. وأحيانا ينسب الناس العسر الذي سببته الطباعة أو عدم التحقيق إلى التيجاني، يقولون إن قراءة ديوان التيجاني صعبة، لا يستعمل ألفاظ صعبة أو عسرة. والأمر ليس كذلك. ديوان التيجاني إذا حقق، أنا متأكد إذا حقق فإن البلاد العربية كأنها اكتشفت التيجاني من جديد. جميل جميل. يعني هذا مثال لتعاملنا السهل الاسترخائي مع القضايا الكبرى. نعم، أنا علمت من بعض مصادري أنك تعكف على هذا المشروع مع نعم أستاذ علاء. صحيح. نعم. معي أنا مع أستاذي الجليل الدكتور علاء الدين أغا. يعني نبذل جهدا، كنا ثلاثة. نعم. الأستاذ الدكتور علاء الدين أغا والأستاذ الدكتور أحمد محمد البدوي. نعم. وهما من هو هما علما و لهما والآن تحية مع والسلام. الدكتور علاء الدين يتصل هذا المشروع في محاولة تحقيق ديوان التيجان يوسف بشير، وليس تحقيقا فحسب. نعم. وإنما شرح على الشروح القديمة. نعم. وبالمناسبة الدكتور علاء الدين أغا يعني رجل له جهود كبيرة جدا. جميل. طبعا الدكتور أحمد البدوي معروف. نعم. الناس في السودان يعرفونه. نعم. لكن كثير من الناس لا يعرفون الدكتور علاء الدين أغا، ورجل له جهود ضخمة جدا في مجال الدرس الأدبي والدرس الأدبي السوداني، وبذل جهدا كبيرا جدا. لهما التحية. نعم. والتقدير والسلام. نعم. الدكتور علاء الدين أغا والدكتور أحمد البدوي على هذا المجهود الذي نتوقع أن نراه قريبا إن شاء الله. لا بد على سيرة التيجان، يعني حتى لا نغمط الناس حقهم، المجهود الذي بوزل قبل سنوات طويلة لاستعادة ديوان أصلا من مصر ومن نعم أستاذنا صادق عبد الله عبد الماجد وآخرون. نعم. يعني هذا مما يثبت لهم. نعم. تاريخيا يعني. إذا انتقلنا من هذا المحور إلى محور آخر، أنا أريد أن أمر معك على ما أعرف أنك توليه عناية حتى وإن لم يكن من صميم اهتمامك وانكبابك الدرسي عليه، ولكن بحكم العناية بالآداب والفنون أنا أتوقع أن أسمع آراء مختلفة من أستاذنا الدكتور الصديق عمر الصديق في الأجناس الأدبية المختلفة في هذه البلاد. وأبدأ بالشعر، دعني أبدأ بالعامية على غير ما يتوقع الناس أن أسألك عن الشعر الفصيح. مؤخرا راجت القصائد العامية، وجيل كامل من الشباب بدأ توجها غريبا وكبيرا نحو الشعر القومي والاحتفاء به والشعر العامي، بل وتطور هذا الشعر وظهرت صور بديعة وغاية في الجمال فيما يكتب الشباب محاكاة لتلك النصوص أو استقاء من تلك المنابع السودانية الأصيلة. كيف تقيم القصيدة العامية السودانية وشعر الدوبيت والشعر القومي أيا كانت المسميات؟ القصيدة العامية السودانية ليست بدعا في تطورها عن سياق تطور الشعر الفصيح. نعم. كان هناك تأثير متبادل. مثلا القصيدة الغنائية التي ظهرت في السودان في زمان مبكر، يعني النص الذي يغنى كان يمتح من العامية ويمتح من الفصحى. نعم. هذا جانب. ثم جانب آخر موصول بأن مدارس الشعر في العامية توشك أن تكون هي مدارس الشعر في اللغة الفصيحة. يعني هناك مدرسة في العامية قديمة
تحتفي بالرصانة والجزالة وتأخذ من لغة الدوبيت المتوعرة البدوية. نعم. والدوبيت نفسه استضيف في الأغنية السودانية، أغنية المسمى بأغنية الحقيبة، ليكون رميات. نعم. كأنما هو اعتراف بدوره وأنه هو الأصل الذي يلجأ إليه، وأنه هو أيقونة سودانية توقف الشعراء عندها كثيرا. نعم. ثم بعد ذلك جاءت نصوص الحقيبة التي كانت تنحو منحى البلاغة في تجلياتها المختلفة، بديعا وطباقا وجناسا، هذا نظرنا إليها من ناحية شكلية. نعم. ثم جاءت بعض القصائد المتأثرة بالشعر العربي الرومانسي المكتوب باللغة الفصيحة، يعني هي عامية لكن متأثرة بحركة الشعر الفصيح. مثلا بازرعة، بازرعة شعره مقاربة بين العامية والفصحى. نعم. وأخيلته وصوره هي الأخيلة الرومانسية الموجودة عند علي محمود طه المهندس. صحيح. حديث صحيح. عن الليل والنجم والكأس وما نعم. إلى ذلك. صحيح. صحيح. كله. وقرشي محمد حسن نصه الفصيح، اللقاء الأول الذي يغنيه عثمان حسين، أيضا يأخذ يمتح من بحر الوجدانية الرومانسية التي كانت سائدة آنذاك. لما جاءت التباشير الحداثة عند عبد الرحمن الريح في محاولة إكساب الشعر نزعة روحية فيها شيء من الرمزية وما إلى ذلك، وأضرب مثلا بأغنيته إنصاف، يعني قصيدته إنصاف التي يتحدث فيها يعني أكون في معبدك طواف وكأس المحبة سلاف. نعم. هذه الأشياء. وكذلك في قصيدته الأغنية المشهورة أسحار الجمال أيضا صبغة روحية. صحيح. صبغة روحية ورمزية، كانت إرهاصات مهدت لشعر عمر الطيب الدوش مثلا الذي جاء وهو يكتب شعرا مختلفا. نعم. يعني فيه يعني أكثر إيغال في أن لا يكون الشعر شعرا مباشرا، وإنما يتوارى الشعر خلف الصورة الشعرية الغريبة غير المألوفة. وجاء بعد ذلك مثلا جاءت نصوص أو قبلها أو مساوقة لها نصوص التجاني سعيد التي في الأغنيتين مشهورتين اللتين غناهما وردي. نعم. يعني الناس لم يألفوا مسألة رحلت وجيت. نعم. في أرحل وفي الأغنية الأخرى. نعم. يعني لما يتحدث يقول في بعدك لقيت كل الأرض منفى. جميل. نعم. نعم. هذه كانت غير مألوفة. صحيح. وحتى لم تكن مهضومة عند كثير من الذين ألفوا الشعر القديم. نعم. الشعر العام القديم. مسألة الدوبيت التي ظهرت الآن هي كأنها استعادة للدوبيت، وهي مسألة جميلة جدا بالمناسبة، لأنها تستعيد الشكل من أشكال الشعر الشعبي السوداني، يعد الشكل الأول الذي نهتم به في المسدار والدوبيت المربوع أو المربع. نعم. هذا استعادة بصياغات مختلفة تتفاوت في الصورة الشعرية والألفاظ. نعم. هناك دوبيت حضري، دوبيت بدوي، دوبيت يأخذ الصورة الحديثة ولكن يأتي في الشكل القالب القديم. أولا فيه وفاء لهذا الفن. صحيح. الذي هو أصل. وثانيا هو الدوبيت كالرجز عند العرب. الدوبيت عند السودانيين كالرجز عند العرب. نعم. كان الرجز يسمى حمار الشعراء لأن أي إنسان يستطيع أن يركبه. صحيح. لكن طبعا الرجاز يختلفون في القدرة. صحيح. حتى إن أبا العلاء المعري في رسالة الغفران قال إن ابن القارح مر ببيوت ليس لها سموق بيوت أهل الجنة. فقال ما هذه؟ قالوا هذه أبيات الرجاز أو بيوت الرجاز. قيل لهم لقد قصرتم فقصر بكم. أي كل سوداني يستطيع أن يكتب الدوبيت. يعني إذا عمد إلى كتابة مربوع يستطيع أن يصنع هذا ولو تعمل. وربما تكوني قد جربتي هذا، كتبتي يعني مربعات دوبيت. نعم. وهكذا.
العودة هذه طبعا من شأنها أن تغني هذا الفن وأن تجعل منه أشكالا متعددة بدل الشكل الواحد القديم في صوره وأخيلته الموصول بالبادية. هذا جليل وفخم ومحترم ويظل موجودا طالما هناك قال بادية كلمته. نعم. لكن هناك أشكال أخرى من الدوبيت الحضري. ولما بحثنا في هذا الشأن وجدنا أن صلاح أحمد إبراهيم له دوبيت، وعبد القادر الكتيابي عنده دوبيت، ومحمد طه الجدال طبعا أصلا هو شاعر بدوي. نعم. شاعر دوبيت يعني هذا ميدانه. الشعر الحفصيح روض الحاجة عندها دوبيت. كثير من الشعراء الذين يكتبون عالم عباس ربما لو بحثنا وجدنا عنده في الأضابير دوبيت. نعم. يعني نعم. يعني الدوبيت تصبح له صيغ كثيرة جدا يعني موجودة في جميل البيان. جميل. فهو مثل المديح عند السودانيين. نعم. يعني السوداني لا يخلو من دوبيت أو مديح. جميل. مؤخرا دخلت النساء إلى هذا الفن. نعم. وهو إلى حد ما كان مقصورا على الرجال في البادية السودانية أو هكذا عرف، يعني سمعنا بالأصوات النسائية في هذا المجال في سياقات المناحات والبنينة والفخر وغير ذلك، لكن الدوبيت بشكله المتعارف عليه كان شيء غريب ما أنه تدخل إليه النساء. بعضهن أجاد هذا الفن وقلنا فيه بشكل جميل. ما هي القراءة الموضوعية لمثل هذا التحول؟ هل هي تأتي في سياق تحول الأغراض بين قوسين، وأنا لا أحب استخدام هذه الكلمة في الشعر، ولكن يعني الدوبيت كانت له أغراض معينة خدمها في الماضي، الآن لم تعد هذه الأغراض قائمة، ومع ذلك استطاع هذا الفن أن يثبت أركانه وأقدامه بل وأن يدخل إلى فضاءات جديدة. نعم. لفت نظري فعلا أن بعض الشواعر والشاعرات أصبحنا يكتبنا هذا الدوبيت. الإضافة التي يمكن أن تأتي في هذا السياق هو التعبير بالطريقة التي عبر بها شواعر العصر عن آمال وأحلام ومكنونات داخلية بجراءة ظهرت في الفن المكتوب باللغة العربية الفصيحة أن يستعاد ويكتب بهذه الأشكال. نعم. لأن الشعر العادي، الشعر الفصيح العادي غير الدوبيت، العامي العادي غير الدوبيت، استطاعت الشواعر أن يكتبنا أن يصلنا إلى الشعراء بهذه الطريقة. يعني أنت حينما تقرأ الشعر تجده معبرا عن نوازيع، معبرا عن مكنونات، عن أشجان، عن أحزان خاصة بالأنثى أو خاص بصاحبته. نعم. الدوبيت من شأنه يعني أن يصنع هذا أيضا. نعم. أن يستعمل في هذا الباب أيضا، لأن التعبير فيه عنده طريقة فنية أن في المربع أن الرابع يكون كأنه يكون قفلا في المعنى، يعني يأتي فيه شيء من المبالغة والصياغة الغريبة، وهذا يدخله في باب الغنائية. نعم. يعني هو أدخل في الغنائية، وأحيانا يستطيع الإنسان أن يعبر عن ما يحس به بطريقة غنائية ليست بطريقة تركيبية معقدة موجودة في أشكال أخرى من الفنون. نعم. 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 جميل. دكتور الصديق، الشعر الفصيح في السودان هذا باب واسع، ولكن هنالك شبه إجماع على أن القصيدة السودانية يعني ظلت على مدى زمني طويل تحتفظ بفرادتها وتحتفظ بتميزها، وهناك كثير من التجارب المهمة. أنا أريد أن تختار بعض الأسماء أو بعض التجارب الشعرية التي توقف عندها دكتور الصديق عمر الصديق لأسباب ما، يعني أنا متأكدة أنه الأسماء كثيرة في بالك الآن والتجارب كثيرة، ولكن أنا أطلب إليك أن تختار فقط ثلاث نماذج لأسماء شعرية مهمة وتجارب تستحق الوقوف أو أنت توقفت شخصيا عندها بالقراءة والدرس وإعادة النظر. أنا توقفت كثيرا عند محمد سعيد العباسي. نعم. والتجاني يوسف بشير ومحمد المهدي الميذوب وصلاح أحمد إبراهيم. نعم.
وغيرها أصبحوا أربعة يعني نعم. لكن محمد سعيد العباسي كنت حينما أدرس الأدب السوداني لطلابي أقول لهم مسألة المدارس مسألة نسبية. بعضهم يقول المدرسة التقليدية، وأنا لا أقول المدرسة التقليدية، أقول مدرسة المحافظين أو المدرسة القديمة. نعم. في هذه المدرسة نستطيع أن نأخذ نموذجا باهرا نستغني به عن دراسة الباقين. والنموذج الباهر هو محمد سعيد العباسي، لكن ينبغي أن تعرفوا أنه بإزاء محمد سعيد العباسي كان هناك شعراء آخرون هم فلان وفلان وفلان وفلان. نعم. وفلان، ولهم فنهم ولهم فضلهم على الأدب العربي. نعم. لكن النموذج الباهر الذي نطبق فيه الدرس وله خصوصية وتفرد هو محمد سعيد العباسي في المدرسة القديمة. هل هو النموذج الباهر لهذه اللغة السهلة العميقة، هذا الإيقاع السلس جدا، هذه الصور الحبيبة، يعني شعر أليف يجعل شيء ما في قلبك يركن إلى هذا النوع من الكتابة؟ لماذا محمد سعيد العباسي هو النموذج الباهر؟ محمد سعيد العباسي أولا قارب في أدائه بين الشعر العامي الموجود في بوادي السودان وبين الشعر العربي الفصيح. يعني قصائد محمد سعيد العباسي التي هي كتبها عن النهود، مدينة النهود، وعن عروس الرمال ووادي هور وما إلى ذلك، توشك أن تكون مسادير مع فصاحتها، روح المسادير موجودة. نعم. فيها صحيح. يعني محمد سعيد العباسي لما يعني يتحدث عن الإبل التي تحمله، بالمناسبة هذا الموضوع أشكل على بعض النقاد المصريين. يعني النويهي مثلا تحدث عن أن محمد سعيد العباسي اللي يظل يلح على الناقة، ولكن الناقة التي يتحدث عنها محمد سعيد العباسي قد خبرها حقا وقد ألفها حقا، وربما مضى بها إلى أن وصل إلى كردفان، بوادي كردفان. نعم. أو في قصيدته دارة الحمرة. أو في كل هذه القصائد، بدليل أن محمد سعيد العباسي كما روى حسن نجيلة لما وجده في ضوء القمر مع فتيات الكبابيش وهن يقولن ختات خت زيدي بكريكي بمجيدي شوفي لي حبيبي في البلد البعيدي، كان يقول عرافة العربي زيدي ومن ندايا استزيدي فكيف حال حبيب أمسى بقفر بعيدي. وفي قصيدته في عهد ييرون حينما يقول لي وهو يحكي البرق مبتسما يا أنت يا ذا وعمدا لا يسمني، يضعها بين قوسين يا أنت يا ذا يا إتا يا ده. يعني هو يقارب بين الأدائين. صحيح. وحتى إن لم يذكر هذا صراحة فإن المقاربة قائمة. نعم. خاصة حينما ينسرف في البوادي ويتحدث عن أشياء ألفها بلغة الشعر العربي القديم ولكنها فيها صدق. نعم. فني. صحيح. هو يراه الآن مثلا. نعم. في قصيدته الدالية باتت تبالغ في عزلي وتفنيدي وتقتضيني عهود الخرد الليدي. سئمت من شرعة الحب اثنتين هما هجر الدلال وإخلاف المواعيد، لم يبقى غير السرى مما تسر له نفسي وغير بنات العيد من عيد، اللي هي الإبل. جميل. المدنيات هي من أهلي ومن نفري، المبعدات هي من أسري وتقيدي. ويتحدث عن الإبل كيف صنعت حتى بدت النهود وهكذا. نعم. المسألة عنده فيها هذا الصدق العجيب. ثم إنه شاعر بادية حقيقي. صحيح. يعني عبد المجيد عبدين حينما تحدث عن الشعراء السودانيين بمعيار البداوة والمدينة والمدنية والبداوة، كان يقول مثلا هذا بدوي متحضر، هذا حضري متبدي، هذا كذا. نعم. فإذا كان البنا يعني حضري